استقبل حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأمريكية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء، وذلك لتمثيل سموه رعاه الله في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد اطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء على صحة سموه حفظه الله وعلى نتائج الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح. حضر المقابلة معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. الحمد لله على سلامتي. احنا متابعين لكن القلق كله من اهل الكويت ومن حتى المقيمين بالكويت، لكن الحمد لله هذا شفناه. الله يطمننا عليك ان شاء الله. الله يطول عمرك. الحمد لله على سلامتك، طول لي عمرك. شلونك طال؟ عساك بخير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك على دكتور باسل. الله عمرك. الحمد لله على سلامتك. شلونك؟ ابشر على سعادتك. الحمد لله.